أش واقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم، اسم ديالي أسامة وافق، تلميذ في الثانوية التأهيلية أبو شعيب دكالي. هذه الندوة اللي كانت اليوم من طرف جمعية الصحافة الفضل والتأطير ديال هاد الأساتذة والمؤطرين، الخبرة ديالهم يعني ثمينة جدا، فأنا مهدوا لي وراوني الطريق، لأنني كان حد الحلم ديالي أنني نمارس هاد المهنة ديال الصحافة، وكتابتني عندي واحد يعني بتواضع، عندي واحد الرصيد اللي يمكن لي، كنحس براسي أنني يمكن لي نكمل في هاد المجال. واليوم أنه كان توجيه جد صحيح، يعني كانوا وجهونا بواحد الشكل وعطوني افكار مقنعه اللي جعلتني الان انني غادي نمشي للدار وغادي نفكر ونحسب الف حساب لما ساحاول تقديمه في الغد القريب وفي المستقبل القريب ان شاء الله. بالنسبه للنشاط اللي كان اليوم في المؤسسه ديالنا كان مهم بزاف، استفدنا منه بزاف الحوايج تحت اشراف جمعيه الصحافه، عطاونا بزاف ديال لي زانفورماسيون على هذا الميدان ديال الصحافه، الاخطار ديالو، شنو خصنا يعني الخطوط اللي ما نتجاوزوهمش، كوننا تلاميذ شنو هما الخطوات اللي يمكننا نتبعوا باش نوصلوا للطموح ديالنا كصحافه. وبطبيعه الحال ان هاد الندوه ما غاديش توقف فقط في هاد الحصه، اما باقي جايين حصص جايين غنستافدوا منهم كثر وكثر.